السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا أبا الأمة الهادين المهديين، السلام عليك يا صريع الدمعة الساكبة، السلام عليك يا صاحب المصيبة الراتبة، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك وعلى الأمة من ذريتك وبنيك. أشهد لقد طيب الله بك التراب، وأوضح بك الكتاب، وجعلك وأباك وجدك وأخاك وبنيك عبرة لأولي الألباب. يا ابن الميامين الأطياب، التالين الكتاب، وجهت سلامي إليك، صلوات الله وسلامه عليك، وجعل أفئدة من الناس تهوي إليك، ما خاب من تمسك بك ولجأ إليك.